وعملية الجمع تكون بهذه العلامة وتسمى زائد، والناتج أو المجموع يكون بهذه العلامة واسمها يساوي. مثال: 1 زائد 1 يساوي 2. مفهوم؟ إذن لنمر إلى الدرس. 1 زائد 1 كم يساوي؟ 1 زائد 1 يساوي 2. 1 2 1 زائد 2 كم يساوي؟ 1 زائد 2 يساوي 3. 1 2 3 2 زائد 2 كم يساوي؟ 2 زائد 2 يساوي 4. 1 2 3 4. 2 زائد 3 كم يساوي؟ 2 زائد 3 يساوي 5. 1 2 3 4 5. 3 زائد 3 كم يساوي؟ 3 زائد 3 يساوي 6. 1 2 3 4 5 6. 3 زائد 4 كم يساوي؟ 3 زائد 4 يساوي 7. 1 2 3 4 5 6 7. 4 زائد 4 كم يساوي؟ 4 زائد 4 يساوي 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 4 زائد 5 كم يساوي؟ 4 زائد 5 يساوي 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 5 زائد 5 كم يساوي؟ 5 زائد 5 يساوي 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ممتاز، أحسنتم.